وأخيرا عرفت كيف أمبريلا وصلت للاس بلاغاس، ليس فرضية وإنما حقيقة مثبتة في السلسلة. Hey geeks, welcome back to more Resident Evil 4 Remake. معكم حسيون سالم. أصحابي الجميلين، إذا متذكرين من فيديوهين فاتوا حكيت عن سؤالين غامضين جننوني لفترة طويلة بخصوص السلسلة. أول سؤال ألا وهو كيف حصلت أمبريلا على اللاس بلاغاس؟ صح؟ صح. وأعطيتكم فرضية إنه ممكن يكون لويس سيرا هو اللي وصل البلاغاس لأمبريلا بشكل أو بآخر، مظبوط؟ yeah. سيبكم من هالفرضية، سيبكم منها عمي. اللي وصلت له يا حلوين يا جميلين إنه اللاس بلاغاس هذا قصة كبيرة، قصة كبيرة. yes. بدي أقولكم أنا كيف وصلت لجواب هذا السؤال، جواب يعني ما أظنش فيه أي نقاش. وأنا قاعد اليوم ببحبش بخصوص Resident Evil وبقرأ وبفتح المصادر، اكتشفت شغلة إنه الطفيل الذي تم استخدامه لصناعة نيمسيز هو طفيل مصطنع وتم صناعته من قبل أمبريلا، يعني هو ليس اللاس بلاغاس، اسمه نيمسيز ألفا، محطوط ومكتوب إنه مصطنع يعني مش بلاغاس. فأنا قلت هيك ديم، طيب كملت قراءة بقولك ولكن أمبريلا كان مصدر الوحي وراء صناعة طفيل نيمسيز ألفا هو اللاس بلاغاس. رجعت دخت، طب ما انتو بتقولوا مش هو، واستوحت منه. طب كيف، طب ماشي نرجع لنفس السؤال، كيف استوحت من اللاس بلاغاس؟ كيف دريت عن اللاس بلاغاس؟ كيف يعني شو وصلها لإسبانيا؟ شو وصلها للحجر المسكر اللي جواته البلاغاس؟ مش احنا اتفقنا انه كان في اماكن مسكرة مدفون فيها البلاغاس وأسلاف أهالي القرية وعليه ختم مش عارف إيش؟ فبنرجع بنطرح نفس السؤال، طب ماشي بدناش أقول كيف وصلت للبلاغاس، كيف استوحت من البلاغاس؟ وأنا بقرأ بزيادة التخمت أكتر. ليش؟ طفيل نيمسيز ألفا أول عينة أو أول تيست سبجكت، أول تجربة يعني مش ملاقي الكلام أول تجربة تم عملها عليه مش نيمسيز، ليزا تريفر. أنا هون بلشت التواريخ تخش في مخي وبلشت أخش في الحيط، بقولك ليزا تريفر هي أول تجربة تم حقنها بطفيل نيمسيز ألفا. طيب what the freak is going on؟ هذا معناته انه هذا الحكي قديم، وهذا معناته انه خلص اكس على لويس سيرا، مش اصلا ما كانش مولود يمكن، لانه ليزا تريفر لما تم اجراء تجارب عليها في بداية البدايات كان عمرها 14 سنة 15 سنة، وهذا الحكي في أواخر السبعينات 67 أواخر الستينات 67 68 إشي زي هيك. وبهذه الفترة تم إجراء عليها تجارب وتم استخدام الفيروس الأولي البروجينيتر فيروس. هلأ لما كبرت شوي بالعمر وكنا خشت بالعشرين آخر العشرين يعني، بقول لك إنه بهذه الفترة تم استخدام ليزا تريفر كتجربة لنيمسيز ألفا، وهاي الفترة كانت الثمانينات وبالتحديد 1988 ونيمسيز ألفا وطفيل والوحي كان البلاغاس، وليزا تريفر هي أول
تيست سبجكت، أول تجربة، يعني أمبريلا بتعرف عن البلاغاس من الستينات؟ أنا هون صرت أشطح كتير وغطست كتير. أحكي لكم شغلة عن ليزا تريفر حلوة بما إنه بنحكي عنها. بقول لك إنه ليزا تريفر لما تم حقنها بنمسيس ألفا، طفيل نمسيس ألفا، على قد ما عمل عليها تجارب قبل كونت مناعة فظيعة، فجسمها قتل الطفيل. ولكن لما قتل جسمها الطفيل كونت الجي فيروس. كلنا بنعرف الجي فيروس تبع ويليام بيركن في ريزيدنت ايفل 2. فأنا هاي حبيتها لأنه بصراحة ما كنت أعرفها قبل، إنه أنا فكرت هو ويليام بيركن اللي من تجاربه وأبحاثه كون الجي فيروس. لا، بقول لك أساس تكوين الجي فيروس كان ليزا تريفر لما انحقنت بطفيل نيمسيس ألفا وقتلت الطفيل بسبب المناعة اللي في جسمها. كونت طبيعيا داخل جسدها الجي فيروس، فتم استخراج الجي فيروس من قبل ويليام بيركن من جسمها يعني، وخلص ورفعت ايدها أمبريلا عن ليزا وكمل تجاربه ويليام بيركن على الجي فيروس. انا حبيت هذه المعلومه فقلت اشارككم اياها لانه اول مره بعرفها بصراحه، انه اساس الجي فيروس كان ليزا تريفر. للامانه اذا في حدا حزين وبائس وبقطع القلب في هالسلسله ليزا تريفر. ليزا تريفر تجسد وحشيه امبريلا بشكل، اذا حابين اعملكم فيديو عنها احكوا لي في التعليقات تحت، قصتها بتحزن. نكمل الميمعة. يعني بالملخص اللي حكيته، أمبريلا تعرف عن البلاغاس من الستينات. طيب، تعرف عن البلاغاس من الستينات. شوفوا هاي الصورة يا حلوين، شوفوا هاي الصورة يا طعمين. هذه الصورة هي صورة رسمية من السلسلة وبالتحديد من Resident Evil 5 وبالتحديد من مكان اسمه معبد نادي بايا. وبالتحديد أكثر وأكثر هذا المعبد هو بجانب شركة أمبريلا أو مقر أمبريلا اللي كان بأفريقيا واللي تم افتتاحه في بداية الستينات. هاي الرسمة، الوصف الرسمي تبعها إنه هذه أحافير للاس بلاغاس. احنا قاعدين بنحكي عن افريقيا يا جماعة الخير، بالتحديد غرب افريقيا، محل مسارة احداث ريزيدنت ايفل 5. وصلت بوصلها مش مشكلة. زي ما كنا بنعرف اوزويل اي سبنسر، رح نبلش من البداية. اوزويل اي سبنسر لما جاب الكتاب اللي قلت لكم عنه بفيديو سابق اللي هو مؤامرة التاريخ الطبيعي اللي كتبه هنري، ومنه عرف عن زهرة Stairway of the Sun، وفضوله بعته لأفريقيا وعمل مقر هناك في بداية الستينات، ومن الزهرة هذه أو الوردة طلع البروجينيتر فيروس، الفيروس الأولي، ومنه عمل التي فيروس وشطح. طلع جنب هذا المكان في أحافير للاس بلاغاس. يعني اللاس بلاغاس مكانه مش بس إسبانيا، ايضا موجود في افريقيا. بس الفرق بين اللاس بلاغاس اللي بافريقيا واللي شفناه باسبانيا اللي هو ريزيدنت ايفل 4 يعني، انه اللاس بلاغاس اللي بافريقيا ميت كليا، ما في ابواغ، ما في اي دي ان اي، احفر زي تعين الديناصورات يعني. هلا انا لما قرات انه امبريلا استوحت طفيل نيمسيس الفا من البلاغاس، معناته ان هي استوحت من احافير البلاغاس اللي شافتها بافريقيا. وزي احافير الديناصورات، كيف من خلال احافير الديناصورات قدروا يعرفوا خصائصهم وتركيبتهم وكل هالقصص هاي، فمش صعب على امبريلا تعرف خصائص البلاغاس اللي شافت احافيرها في المكان اللي هي كانت فيه. فبقول لك انه استوحت من البلاغاس الخصائص تبعته، كيف انه بربط حاله بالعمود الفقري وبطلع من الرقبة اذا حس حاله معرض للخطر لحتى يدافع عن حاله. حبت امبريلا هذه الخصائص من بعد فحص هاي الاحافير، وعملت طفيل نيمسيس الفا المستوحى من البلاغاس الافريقي.
هلأ البلاغاس الإسباني كان منعزل وكان مسكر عليه بختم. هلأ موضوع التسكير هاد وانعزال الطفيل هذا عن الأكسجين هو اللي أدى إلى عمل الأبواغ، وظلت هذه الأبواغ تتجدد وما مات، إنه صار إنه الدي إن إيه تبعه لسه موجود. حتى في نوتة للويس سيرا كاتب فيها بما معناه، رح أحطلكم إياها، بما معناه إنه إحنا استغربنا إنه كان الطفيل بحالة تحنيط. كلمة ماميفايد معناته إنه كان محنط، مش فوسلز. فوسلز معناها أحافير. هذه كلمة فوسلز قرأتها بالبلاغس الأفريقي، إنه عبارة عن أحافير. أما نوتة لويس بتقولك إنه كان ماميفايد، محنط، يعني محتفظ بحاله. عرفتوا شو الفرق؟ أنا بس قرأت هاي الأشياء جنيت، انجنيت وانبسطت، انبسطت لأني لقيت جواب، لقيت هاد جواب مقنع خلص. يعني هذا إشي، يعني إشي من إشي من السلسلة، إشي مثبت في السلسلة، مش شغل افترض وتخيل وفنونس وبعدونس. نو عرفت، فهمت. أنا بموت إذا ما بفهم إشي خاصة في ريزيدنت إيفل. يا ويلي شو باشطة جيكس، احكوا لي شو رأيكم، احكوا لي شو رأيكم. مان This is amazing. على فكرة بعد التريلر هاد الأخير تبع فور ريميك، مش عارف زي اللي بتعرفوا باندوراز بوكس، صندوق باندورا هذا، حاسه فتح في مخي 900,000 شغلة عم تخطر في بالي ومش ملحق. انتم فاكرين بس، على فكرة أنا كنت ناوي أعمل إشي تاني في هذا الفيديو غير اللي أنا بحكيه حاليا، بس حسيت إنه هذا مستعجل. بس في كمان موضوع تنين، في كمان موضوعين صراحة. أنا بحب Resident Evil 4 بس ما توقعت أني بحبها لهالدرجة. هذا الجزء أنا بحبه كتير، فتح مخي على كتير قصص. بلاش شو رأيكم في موضوع البلاغس؟ إحنا طول هاي السنين مفكرين أن البلاغس بس بإسبانيا، بس طلع البلاغس أيضا موجود بأفريقيا. أوه كمان شغلة، شوفوا لي هاللقطة بالله. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the Force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. إذا ملاحظين لويس حكى إنه عنده عينة من الفيروس في المختبر. المقصود بهذه العينة طبعا هي التي فيروس. إذا بتسمع الحوار كامل بينه وبين ليون. أنا هون استغربت إنه كيف لويس حصل على عينة من التي فيروس. هلا في احتمالين، الثاني أقوى من الأولاني. الأولاني إنه يمكن في علاقة سابقة بينه وبين أمبريلا. لساتني أنا عندي إحساس هيك صغير، صغنونة، عندي إحساس صغير إنه في علاقة بين لويس وأمبريلا، بطلع إشي حلو. هلا ممكن يكون في علاقة كان بين لويس وأمبريلا ومن خلالها حصل على التي فيروس. انتبهوا، هلا إحنا قاعدين بنحكي أحداث فور بال 2004، أمبريلا انتهت وتدمرت في 2003، فإذا كان في علاقة بين لويس وأمبريلا فهي علاقة قديمة، ويمكن ثمار هذه العلاقة هي عينة من التي فيروس. عشان نقبل احتمالها ضعيف. الاحتمال الثاني الأقوى إنه هو أو السادلر حصلوا على التي فيروس من السوق السوداء. ما زي ما كنا بنعرف أمبريلا بعد ما تدمرت بال 2003 في جزء من منتجاتها صارت تنباع في السوق السوداء، وشفنا الحكي كنا في ريفيليشنز ويعني الأجزاء هاي. فأنا بقول الاحتمال الثاني أقوى إنه هو أو سادلر على الأغلب اشترى تي فيروس من السوق السوداء، بس لما شاف انه التي فيروس ما بينفع انه يتم استخدامه للوصول لهدفه، لانه التي فيروس فش على سيطره، بتقدرش تسيطر عليه زي الطفيل زي البلاغاس، حطه على جنب خلص. لما شاف فش له فايده حطه على جنب. فبعرفش هذه الجمله انا هيك كانت من ضمن الجمل اللي اثارت اهتمامي، انه لويس سير عم بقول انه انا عندي عينه من التي فيروس. وبعدين ليش برضه أثارت اهتمامي؟ لأنه كل تجارب لويس سيرا كلها من الجيكانتي، الفيرديغو، نوفستيدر، كل هدول الوحوش لم يتم استخدام التي فيروس. تم عمل فيرجنز من البلاغاس، وتم عمل هجين بين البلاغاس والحيوانات،
والحشرات وهيك، بس لم يتم استخدام التي فيروس. إذا بتفوت على تشريح كل وحش فيش تي فيروس، فبالتالي أنا إنه كيف حصلت عليه؟ هيك صرت أسأل، أو ليش بتحكي هاي الجملة؟ قلت يمكن انحكت لحتى هيك بشكل أو بآخر كابكوم تربط الجزء هذا وقتيها بالأجزاء السابقة وذات ست. يعني تي فيروس فيش على سيطرة، فما رح يستخدمه سادلر أصلاً، بالعكس ممكن يخرب له الأهداف هاي تبعته. يا ذات ست، قلت لازم أشارككم هالفيديو سريع سريع لأنه إذا ما طلعت اللي في مخي رح أفقع. أصحاب الجميلين، هلأك وصلت لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وبحب أذكركم أنه أنا عندي قناة تانية مخصصة للستريمات اسمها جيكس ستريم، هاي رابطها تحت في صندوق الوصف إذا بتحبوا تشتركوا فيها وتتابعوا تختيم الألعاب هناك. أنا بتشكركم كتير للمشاهدة يا أحلى جيكس، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.